بداية تحية فنية، كنشكر هاد وزارة الثقافة على هاد الوظائف الفنية اللي كنشوفها في تيزنيت. اليوم كافتتاح ديال هاد المعرض وهاد الرواق الفني جا في بلاصة احتاج لهاد الرواق، وشكرا لهاد المبادرة اللي شفناها اليوم في هاد الرواق في هاد الفضاء اللي ديما كنشوفو غير مهمش، ولكن اليوم عطاوه واحد الروح. وزارة الثقافة مشكورة مع المجلس الجماعي، أتتت هذا الفضاء بمختلف التجهيزات الضرورية خدمة لمصلحة المدينة ولساكنة المدينة، وسيكون مكانا للزوار، وسيشهد في الأيام المقبلة زيارات مختلفة لزائري مدينة تيزنيت. هذا بالإضافة إلى أن تهيئته كان بشراكة مع مختلف المتدخلين، سواء من وزارة الصحة مشكورة، وزارة الثقافة، الجماعة، الفنانين. إضافة إلى ذلك أنه يتواجد بمنطقة بالمدينة العتيقة، وهي منطقة هي ستشكل نواة للسير بالأرجل، للزيارة بالأرجل. ويجب التفكير مستقبلا على منع دخول هذا الفضاء الأسواق التقليدية، التفكير مستقبلا بمنع السيارات داخل هذا الفضاء، وكذلك إخلاء ساحة المشور من جميع السيارات وتأتيتها كذلك بجمالية، ولتشكل كذلك إلى جانب مجموعة من المآثر التاريخية كالقصبة الكولونيالية والقصر الخليفي، ثم الساحة نفسها التي هي من الساحات المرتبة والمعروفة وطنيا، أن يكونون نواة للسياحة المحلية وللثقافة المحلية.